إلى رحمة الله الفنان الشاب محمد الزغيدي اليوم الاثنين في ولاية وادي سوف عن عمر ينهز 26 سنة إثر سقوطه من عمود كهربائي حسب تصريحات أحد أقاربه يتعلق الأمر بأخوه. هذا وقد تم اكتشاف جثته من قبل والده أثناء خروجه من صلاة الفجر. للإشارة فإن الفنان أحد نجوم برنامج ألحان وشباب في موسمها الثالث وفنان العرب.